ربحنا ضيوف كثر في المواسم الثلاثة التي مضت من أربح ضيفك. اليوم حنا على أعتاب بداية موسم جديد ومبتكر من حيث اكتشاف الضيوف وأيضاً الفقرات. أربح ضيفك في موسمه الرابع. تخيلوا أعزائي المشاهدين، إبراهيم المزيرعي راكب سيارته وماشي بالطريق، وكل من ركب معه أشغل بالسواليف والأسئلة الكثيرة، نص ساعة كاملة مليئة بالكوميديا والمرح. لا يفوتكم برنامج مشينا. أخبار علوم يرجع لكم هالموسم بشكل ثاني، مليان بالواقعية، مليان بالألعاب والحماس والتحديات. انتظروني إن شاء الله معي هاني مقبل ومحمد عباس وعلي الشريف. ويا هلا والله. عالم خاص من الحماس والتمثيل والتسابق الممتع الذي يحمس الأنفاس مرتين في الأسبوع، ما مرة واحدة، في برنامجكم الدنيا دوارة. رجعنا لكم مع برنامج شقردية، وهالمرة غير علوم البر ومهارات الترحال وفنون الحياة المنوعة في ثوب قشيب. ناسا تعطيك أكثر.